الله اليوم يا الله اليوم. السلام عليكم، صباح الخير. صباح النور. المتر هذا للبيع؟ ماشي عن ربي. والفرو هذا منين اديته؟ منين اديت الفرو؟ نتفت من القعشه. زباجين بضيرفوا. فلذين كفل. الله لا صبعك ولا ارضي عليك. قم اضربه قم اضربه. لا ما بيش داعي، خلينا نتحن منه. ايش منو هذا؟ هذا اكبر نشاط، يحب الزحمات والازمات والمساربات، يسرق الطرف ولا حد يدري به. لكن اليوم دنيا غدوة اخره. ايش من دنيا وايش من اخره؟ هذا لا يعرف لا دنيا ولا اخره. هذا اهم شيء ان شاء الله، مواطن فقير غني اجماجه يهبشه صغير كبير، اهم شيء لاقي جيبه دافي يومه سابر. يا اخي لكن على لبسه مع الجنبيه القبعه ذي بسري الشيخ شيخ. وهذا الايام واخذ سارق من بيت البرزاني. وخر منه. صباح الخير. صباح النور. منين جيت؟ منين اديت دب الغاز هذا؟ من عند العاقل، قلت لنا مرضوح ثلاث ايام. عند العاقل. يلا خرجنا بالدبه هذا. طيب الزحمه هذه موجوده عند باب العاقل ملان الناس؟ لا قد خفت ماذا الحين. طيب اول محطه اللي هناك على بسرت الناس بيسربوا عندها بترول؟ ما بسرق، قد خفت الزحمه. وانت ايش بتسال على الزحمه؟ ها ما بش ما بش. الله يفتح عليك الله يفتح عليك. كيف قلبي؟ لا المحطة معبي زعمة والسرعة كملت من باب العاقل. والله ما مين لتصرف. السلام عليكم يا شيخ. مين المئة الدولار هذه شي صفو؟ بس ما بيش ابو الف الله يرحم والديك. هلو انا بدالك. يا اخي بس لو سمعت يا بالله غير لي ابو خمسه احسن. سلام وانا بتالك سلام. خدمات اسمع انت، هو صاحب سيارة عجي ذا حين واصل، هو بيجي لهنا وينسى جوالته فوق الطبلون. انا اشيكم تندعوا من الباجي هنا صح، يحس ان الموقف صدق. اول ما يجي يمسككم ضاربه وينزل يفرع، وانا انفذ كل الخطه الباقيه، اطلع على فوق السياره وانت في ام الطبلون وحنينا. ما عليك لك تلب شاروخان. اي هو شو عجل الان. ضربوا يلا سريع جاء. ران. ضربوا. خلاص اقسم برب الكعبه تعجبوني مثلتوا صح. هذا لك انت وياه خزنوا كيف. ايوه محمد هذا الشيء. لا بس هذا ندور للزعامه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اخي شي في خاتم ابو 500 موجود، غلف لي وقرض صنيه من عسليه. على طول الله يهمك. احنا الخواتم جاهزه. الو سلام ولا بدالك سلام. هذا احلى 1000 ريال خدمات. صباح الخير. صباح النور. اخي اشتك في مشوار مهم ضروري. على طول انا ما بكرت لك بالله. حلو هذا المطلوب. معي اثنين خاتم ذهب او لا؟ ايوه اشيك بالزله عند محل مجوهرات ابو حميد اللي على شارع عز. ابو حميد يا اخي. ايوه محل ابو حميد. اذا ما تعرف السير سال عند محل مجوهرات، قل لهم وين محل ابو حميد وعيد لك الطارف. هذه اثنين خاتم ذهب، سير سال على المحل ووصلنا لعنده. على طول انا اصل الطارف وان شاء الله القاه. حلو بس ايش يضمن انك حتوصل اثنين خاتمنا محل ابو حميد؟ كيف ايش ضمناك؟ اطلع معي. والله ما قدرت اطلع معك لان المحل ما بحد فيه وما بالله انا لحالي. ايش رايك تدي تلفونك عندي؟
لو ما تصير تروح لخالتي امي ترجع ودي لك تلفونك، وهكذا نضمن حقي وانت تضمن حقك. على طول. حلو. اول ما ترجع تلقاني في المحل وتلفونك امكنك اياه. على طول، اعرف الله اموت. يلا في امان الله. يوووو التلفون عدي سعر حالي. مسكين صدق المخات من ذهب. وانا حقك من العيون. سلام من الدال قلبك كان خاطرك. الله معك يا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. يا اخي قالوا به محل ابو حميد للمجوهرات، انا قد لي من الصبح بندور ما لقيته. محل ابو حميد؟ ما في شيء محل هنا بهذا الاسم. متاكد ما ايش محل ابو حميد؟ متاكد انك كذا يا صاحبي، ما فيش انا محل ابو حميد. هذا المحل اللي بيجنبني عنده؟ لا والله انه هو. ايش ضحك علي؟ ما هوش تبع المحل نبيع نفسه. هذا الذهب معي ابيعه واشتري 4000 ونص. السلام عليكم. السلام يا من عاوز لي هؤلاء؟ ها يبسل لي كمان. هذا فارس يا عم. كيف فارسو؟ أولا أبو 500 ريال فارسو ما شو ذهب. مالك يا أبو 500 ريال؟ من الرجال قال لي ذهب؟ أضحك عليك بأولا أبو 500 ريال. ما يحرق القلب إلا مثله ولا سرق. ما يحرق القلب إلا مثله ولا سرق. ذي ما بهم رحمة ولا معاهم ضمير، هم دارين النضاعنا في قلق، وحالة الشعب كلها قديب الأخير، ويشي أرزاقهم توصلهم في طبق، وما همهم لو يكون الضحية فقير، كلا ولا همهم من قد جننا واشتنق، من بعد ما سلبوه ذي قد تعب له كثير، ذي همهم كله من هو مسجل لحق، بعد الذي دمروه إنسان عاده بخير، وكل سارق معه للسرق عدة طرق، واحنا نوضح لكم بعض الطرق يا خبير، من شان لا تخسروا ما تكسبوه بالعرق، من بعد ما تخسروا غير الندم ما يصير، قولوا لهم بيننا يوم السماء تنطبق، ما دامهم يسرقوا جهنم وبئس المصير، ما دامهم يسرقوا جهنم وبئس المصير.